ميمي جمال ممثلة مصرية معروفة طبعا، هي عندها دلوقتي 81 سنة، وكان أحد الظهور ليها في نوفمبر 2022 في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، زي ما احنا شايفين باللوك الجميل دهوت، ربنا يديها الصحة. لما سألوا ميمي جمال قررت تكتبي ممتلكاتك لبناتك ليه؟ قالت أنا ما عنديش ولد، وبعدين ربيت كويس، ولما تربي كويس ما تخافيش، لكن لما تربي ولادك على هواهم وتيجي تسلميهم حاجة تبقي قلقانة. أنا بناتي لغاية النهاردة أي حد عايز يعمل أي حاجة منهم لازم يسألني الأول، ماما إيه رأيك نعمل كده؟ هم عارفين إن الحاجات مكتوبة بأساميهم، بس رغم كده بياخدوا رأيي ومش بيتصرفوا من دماغهم، فأنا مش ضامنة عمري، وهم عندهم ولاد عم وولاد خال، فحبيت شقاية يبقى لبناتي، عملت كده عن طيب خاطر. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. من ناحية أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عرض من الصور لحفيدة الفنانة ميمي جمال اللي هي مريم، وأشعلت مريم حفيدة ميمي جمال مواقع التواصل بجمالها، وحملت مريم ملامح من جدتها ميمي جمال حتى بات الشبه واضحا بينهما، مريم ووالدتها. وهي المرة الأولى التي تكشف فيها ميمي جمال عن صور لحفيدتها في عمر المراهقة، حيث كانت دائما ما تنشر صور لها في مرحلة الطفولة. ميمي جمال لديها ابنتان توأم، نجلاء ونورة، من زوجها الراحل الفنان حسن مصطفى، والذي تزوجت منه عام 1966، وتوفي حسن مصطفى عام 2015 بعد معاناة مع المرض. هما دول مع ميمي جمال، إيه رأيكم؟ يشبهوها؟ شاركونا بالتعليقات. أنا مع حسن مصطفى، صورة نادرة مع ابنتيها التوأم، قعدوا 50 سنة تقريبا متجوزين، حسن مصطفى وميمي جمال، هما الاتنين يبدأوا بحرف النون، نجلاء ونورة. وكانت قد حلت الفنانة ميمي جمال ضيفة على برنامج 100 سؤال، وكشفت أنها طلبت الطلاق مرة واحدة في حياتها من زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى بسبب مداعبة إحدى الفنانات له في كواليس إحدى المسرحيات. وكانت ميمي كشفت أنها لم تفكر في ارتداء الحجاب، مع أنها اعتمرت 4 مرات داعية من الله أن يلهمها الاقتناع بارتداء. دي صورة ليها بالحجاب. يذكر أن آخر أعمال ميمي جمال فيلم لف ودوران مع أحمد حلمي. حياة أخرى، أعلنت الفنانة المصرية ميمي جمال مؤخرا عن وفاة شقيقها على مواقع التواصل. ميمي نشرت صورة لشقيقها وكتبت: حبيب، أودعك بقلب باكن، وأتمنى أن تكون في مكان أحسن، أخذ قلبي وأنت أخذت روحي، بالصبر حتى اللقاء، ادعو له بالرحمة. ده شقيق ميمي جمال الله يرحمه. هنا عزاء حسن مصطفى، وكان في أكبر تجمع لنجوم الفن، ده حفيد حسن مصطفى، كاتب بوست: رحم الله جدي حسن مصطفى، كان رجل عظيم وهيفضل عظيم. هنا الحزن طبعا باين على وجوهك. 10 50 سنة مش قليلة أبدا. ميمي جمال مع بنتها نجلاء ونورة. عزاء السيدات للمرحوم الفنان الكبير حسن مصطفى وائل الإبراشي، حضر تجمع كبير من الفنانين هنشوفهم دلوقتي. أشرف زكي، فاروق لوكس، منتصر بالله كان مريض للأسف. أنا الفنانات تبقى بدون مكياج الأسود، ممكن ما تتعرفوش عليهم. حسين فهمي، كلهم كانوا بيحبوه. يسرا، حسين فهمي، فاروق لوكس،
لحظات الجنازة بتبقى مؤسفة، الناس بتفتكر أعمال الراحل، مكناش نسمع عنه حاجة وحشة. في عبده أصيلة، في عبده تعزف كل اللي بيتوفى. مهنة شاوي، فاروق الفيشاوي بيعزي لبلبة، عفاف شعيب، دلال عبد العزيز، أميمة جمال، محمد هنيدي، أحمد بدير، الله يرحمه، كل الفنانين حضروا في عزاءه. ده حفيد حسن مصطفى، وصورته معاه. معايا دياب، الراحل القدير حسن مصطفى، الله يرحمه. احتفلت الفنانة ميمي جمال بعقد قران حفيدتها مريم، لتشارك متابعيها على انستغرام بصور خاصة من هذه المناسبة السعيدة. دي الفنانة ميمي جمال، ممثلة قديرة طبعا، ورغم انها اتخذت قرارا بالابتعاد عن الاضواء، ميمي جمال نشرت عدة صور من عقد قران حفيدتها مريم. ديت مريم مع جوزها حسين، تم عقد القران. وظهر في إحدى الصور العروسين مع والدة العروس وجدتها الفنانة المصرية ميمي جمال، وعلقت على هذه اللقطة العائلية المميزة لتقول: يوم كتب كتاب مريم حفيدتي، ألف مبروك ليكي والحسين حبيبي. ديت والدة العروس وجدتها. وتفاعل متابع ميمي جمال مع جمال حفيدتها التي أبرزته بإطلالة بيضاء أنيقة، جاء تصميمه من الدانتيل من أعلى مع بنطلون واسع، وتركت العروس شعرها منسدلا. الجدير بالذكر أن ميمي جمال أعلنت اعتزالها للفن في عام 2017 بعد وفاة زوجها حسن مصطفى، معبرة عن أسفها لعدم تمكنها من مواصلة مشوارها الفني في غيابه، وأنها ترغب في السفر والعيش مع أسرتها دون أي التزامات. دي ميمي جمال في عقد القرار، لسه محتفظة بجمالها. دي ميمي جمال في شبابها، كانت جميلة فعلا.